I am Khaled Abu Naga, an Egyptian actor. Today is November 3rd, 2022. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء. ده قدر ربنا سبحانه وتعالى، مفيش مفر ولا فيه هروب منه. ولكن الفنان خالد أبو النجا يعاني من اللي هنقوله لحضراتكم دلوقتي. تعالوا هنسمع وهنشوف مع بعض الفنان خالد أبو النجا بعد اختفاء لسنوات طويلة. من أسفل الفيديو ممكن تحط لايك وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس وتختار الكل. حاجة لازم نعرفها، الفنان خالد أبو النجا مختفي لأنه عايش في أمريكا، وهيوصف دلوقتي وهيوري لحضراتكم حياته من أمريكا وإيه اللي حصل له بالظبط. Well, what do you think? I'd love to hear your feedback. I'd love to hear your feedback. هي دي الحياة اللي عايشها خالد أبو النجا في أمريكا، وده سبب غيابه عن مصر. ولكن انتشر خبر على السوشيال ميديا عن إصابة الفنان خالد أبو النجا بالسرطان، وهو صحته الآن في النازل للأسف الشديد وحالته خطيرة في المستشفى. الفيديو صريح والفيديو مقدم على يوتيوب ومنتشر، ولكن إيه اللي حصل بالظبط وإيه أساس الخبر ده وإيه صحة الفنان خالد أبو النجا؟ زي ما حضراتكم شايفين كده، خالد أبو النجا ودول أصدقائه اللي معاه طول الوقت في أمريكا واللي عايشين معاه حياة من الرفاهية وحياة من الحب، زي ما وصفها خالد أبو النجا في فيديو وقال أنا عايش أسعد أيام حياتي مع كل الناس اللي بحبهم وناس بجد. لو كنت عايش في مصر ما كنتش لقيت أصدقاء بالحب ده. بعد ما تدققنا من الفيديو علشان نشوف ايه اللي حاصل بالظبط وايه اللي بيقوله الفنان خالد ابو النجا، لان الفنان خالد ابو النجا في الاساس ما كانش فيديو عن سرطان او اي حاجة، ولكن كان بيحاول ان هو ينشط للسياحة المصرية في منتدى قمة المناخ. من فضلكم يا جماعة قبل ما تنشر الاخبار بالمرض او قبل ما تنشر اي اخبار من كده، تدقق من صحتها واعرف صحتها كويس قوي، لان ده بيسبب حرج كبير للفنان. متابعينا الاعزاء، قمة المناخ والمؤتمر الكبير اللي اتعمل، المؤتمر ده مهم جدا جدا، لان ناس كتيرة بتقول ان في مدن باكملها هتغرق ومدن هتختفي، ولكن انتوا ناسيين حاجة كويس قوي، التغير في المناخ نفسه مش تغير على الأرض، مش حكاية مدن هتغرق، ولكن ده ممكن يكون نذير لنهاية العالم. يقول لك إذا درجة الحرارة ارتفعت 9 درجات سينتهي العالم بأكمله من كل اللي بيحصل. في دول الخليجية لما بتزداد درجات الحرارة بنشوف سيارات بتشتعل في الشوارع وسيارات بتسيح في الشوارع، فما بالك بارتفاعها أكتر من كده. هنشوفكم في فيديو قادم.